بالنسبة للوضع العام لساكني المناطق المتضررة في تركيا، طبعا الوضع كارثي يدعو إلى الاستنفار وتقديم يد المساعدات. شاهدنا في العديد من القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي كيف أن أحياء هدمت بالكامل، يعني بنايات تسقط من حين إلى آخر، العديد من الأحياء يعني تسمع صراخاتهم تحت الأنقاض، يعني وضع كارثي إن صح التعبير. بالنسبة للوضع الجالية، حسب الإحصائيات الموجودة عندنا والتواصل والتنسيق مع المصالح الدبلوماسية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية، لا يوجد أي حالة وفاة. بالنسبة لنا كمنتدى في تواصل مع بعض الأعضاء المتواجدين معنا ومن كانت لهم اتصالات سابقة معهم، كذلك بالنسبة إلى سواء السفارة أو القنصلية العامة بإسطنبول، أخبرونا أنهم تواصلوا مع العديد من الجزائريين المقيمون هناك. طبعا الذي زاد الطين بلة مثل ما نقول هي الأوضاع المناخية والظروف المناخية الصعبة. تركيا هذه الأيام تشهد بردا شديدا وعواصف ثلجية، العديد من البنايات يعني فوقها الثلوج، فحتى ممن تم إنقاذهم حسب تصريح أيضا أحد المناطق هناك أنهم ممكن سيموتون من البرد والجوع. فالوضع صعب جدا، الوضع يحتاج إلى هبة دولية وإنسانية وتكثيف الحملات الإغاثية على الأقل رفع الاحتياجات وتقديم يد المساعدة ويد العون إلى المناطق المتضررة. بالنسبة للرعاية الجزائريين في المناطق المتضررة، لا توجد عندنا إحصائية واضحة، لكن قد تكون في حوالي 300 إلى 350 رعية جزائري، من بينهم طلبة وعائلات وحتى عمال في بعض المصانع هناك. كما قلت سابقا أن منتدى الجالية الجزائرية في تواصل مع بعضهم، وكذلك السفارة بتركيا والقنصلية العامة بإسطنبول في تنسيق وتواصل أيضا معهم. لحد الساعة لا توجد أي وفاة بينهم، وممكن جدا أن تكون هناك حملات وقوافل إغاثية قد ينظمها منتدى الجالية الجزائرية في الأيام المقبلة. كذلك بالنسبة لنا كمنتدى الجالية الجزائرية وكجمعية ناشطة في تركيا، نحن في تنسيق مع العديد من الجمعيات العربية المقيمة هنا لتنسيق الجهود وتضافر الجهود وتشكيل القوافل الإغاثية إلى الأماكن المتضررة، بالتنسيق أيضا مع المؤسسات التركية، المركز إدارة الكوارث أفاد و جمعية إيهاها والهلال الأحمر التركي والعديد من الجمعيات الموثوقة الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية ولرفع احتياجات أيضا المنكوبين والمتضررين في هذه المناطق والحالة اللاإنسانية التي يتواجدون فيها. التنسيق مع الجهات الجزائرية الرسمية سواء كانت السفارة الجزائرية أو القنصلية العامة بإسطنبول جارية على قدم وساق، حيث تم تشكيل خلية أزمة مصغرة لتبادل المعلومات بما يفيد الرعاية الجزائريين المقيمين في هذه المناطق المتضررة. مبدئيا لا توجد أي إجراءات تم الحديث عنها سوى الهبة التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية بإرسال 89 عون حماية مدنية، جزء منهم كان موجود في تركيا في منطقة أدايومان، والجزء الآخر في حلب بسوريا. أيضا لا توجد حاليا أو لا يوجد الحديث عن تنظيم رحلات إجلاء لحد الساعة. ممكن ستكون هناك يعني التوصية بإيجاد لهم أماكن أو مقرات ملائمة داخل تركيا لإيوائهم خلال هذه الفترة.